قال هاتف الشمراني المدير الفني لفريق النفط الوسط العراقي انه سعيد للغايه بمشاركه بطل العراق بالبطوله العربيه واستفاده لاعبي فريقه من الاحتكاك القوي مع اقوى الفرق العربيه، مضيفا انه يسعى وفريقه لحصد المركز الثاني بالمجموعه الثالثه على الرغم من كونه شرفيا بعد ان حجز الاهلي مقعده بنصف النهائي. الحمد لله والشكر، فعلا كانوا الشباب أدوا مباريات طيبه تعكس صوره الكره العراقيه. احنا بالحسابات الحاليه حقيقه انه خارج حسابات النهائي على اعتبار فوز الاهلي امس ممكن يضمن الفريق الثاني اللي راح ينتقل مع ابطال المجموعات. بس بنفس الوقت احنا يهمنا ان نقدم يعني نستمر بتقديم المستوى الطيب بالاضافه الى المباراه الاولى والمباراه الثانيه، على الاقل ان يكون ترتيبنا بالمجموعه ترتيب متقدم، هذا هو طموحنا ان شاء الله. والشيء الأهم من هذا أنه نخرج من هذه البطولة ويكون الانطباع عن فريق النفط الوسط انطباع طيب سواء على المستوى الفني والإداري وكل شيء يخص كرة القدم.